بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي، اداره الترجي سمعت كل الانتقادات اللي توجهت للفريق وتوجهت للمهاجم وتوجهت لصانع الالعاب، وقررت ان هي تاخد نفسها في رحله وتروح البرازيل. احنا بص يا باشا، احنا عايزين ناخد نفسنا كده على طياره ونروح البرازيل، نقلنا كده لعيب اتنين ونرجع بيهم معانا، وجايب لك اتنين محترفين برازيليين. على فكره الاتنين عندهم سيره ذاتيه كويسه، سواء يان ساسي اللي تم اعلان التعاقد معاه بشكل رسمي علشان خاطر يكون هو لعيب المنتصف الهجومي بتاع الترجي اللي الترجي كان بيدور عليه، ونقول يا مرحب يان ساس. هو اسمه يان ساسي على فكره، يعني هو اسمه يان ساسي. يا اسطى هو اسمه يان ساسي، والراجل جاي فري ايجنت، الراجل جاي حر، والراجل جاي انتقال حر بالنسبه للترجي. ما تدورش على ارقام وعلى ترانسفير ماركت، وما تدورش على الاهداف والاسيستات مع الانديه البرازيليه اللي لعب فيها او مع تجربته في تركيا، هتتعب نفسيا بموضوع الارقام ده. فما تدورش على حوار الارقام، وما تحاولش ان انت تحاول تقيم صفقات الترجي بمنطق اللي هو الارقام ومش عارف ايه. يا اسطى ما لو راجل ارقامه كانت ممتازه بالبرازيل او ارقامه كانت ممتازه في تركيا، ايه اللي هيجيبه تونس؟ ما هو ربنا يعرفه بالعقل. يعني يقول لك اصل اللعيب ده ارقامه مش عارف مالها، اللعيب ده مش عارف ارقامه فيها ايه. اصلا بالعقل الراجل لو ارقامه جامده ما هيروح فرقه محترمه في اوروبا، ايه اللي هيجيبه عندنا هنا الشرق الاوسط؟ طبيعي جدا الراجل يكون عنده مشاكل كتير في المساله بتاعته، ولكن بننتظر ان هو يجي ينفجر هنا في الدوري التونسي. يا اسطى يجي يكسر الدنيا في الدوري التونسي. ما انا شايف ان الدوري المصري والدوريات العربيه مثال حي لاي لعيب مش لاقي نفسه في اوروبا يجي يكسر الدنيا عندنا. ده غير ان في ميزه مهمه عند يان ساسي، انه مهما كان سيء اكيد هيكون افضل بكتير من سابر بوجرين. دي حقيقة، دي واحدة من الفاكت اللي ممكن ما تقدرش ان انت تختلف معايا فيها، ان الراجل مهما كان بالنسبة لك ارقامه قليلة وغير مناسب للترجي والكلام ده، بس اعتقد ان هو يكون احسن من سابر بوجرين اللي احنا قاعدين معاه بقالنا سنتين مش عارفين هو بيعمل ايه في الملعب، ومش عارفين هو بينيل ايه مع الفرقة، بس الراجل موجود، محترف موجود معانا وخلاص. اما بالنسبه للمهاجم، فالمهاجم ده بصراحه انا اتفرجت له على فيديوهات حلوه، الراجل ده اتفرجت له على فيديوهات حلوه، والراجل ده كان مرشح فتره وفترات ان هو يروح جريميو في البرازيل، والراجل ده بيقدم مسيره كويسه جدا في الدرجه الثانيه في البرازيل، وهو رودريجو رودريجيز. يا باشا هو اسمه كده، رودريجو رودريجيز ده فرود عنده 27 سنه، والتاني برضه عنده 26 سنه، فالترجي شاري اثنين لعيبه صغيرين، يعني الترجي شاري اثنين لعيبه صغيرين مسموح لهم بهامش تطور ومسموح لهم ان هم يعملوا حاجه في الدوري التونسي. رودريجيز ده يعني تقدر تقول عليه كده فرويد كويس جدا، ده على حسب الفيديوهات اللي انا شفتها له، مع اني ما بحبش اقيم اللعيب بالفيديوهات، ما بحبش اقيم اللعيب بمهارات وسكيلز وتشوف له لقطه متجمعه من ماتش هنا ولقطه من ماتش هنا والكلام ده، بس انا بالنسبه لي اشتريه، اي حاجه هتكون احسن من بن حموده. بص احنا وصلنا مع الترجي الحالة، اي حد انت جايبه لي كده بطيخه مش عارف يا حمراء ولا قرعه انا اشتريت، اللي هو بص انا اشتريت برازيلي. كان تعاقد معاه في جريميو، اهلا وسهلا بيك. كل اللي احنا دفعناه 350,000 دولار عشان نخلص الصفقه، الشرط الجزائي بتاع الراجل يا بلاش، والله العظيم يا بلاش. انا رحت البرازيل جبت واحد فري وجبت واحد معايا ب 350,000. والله حلو، والله حلو العقليه بتاع الجماعه بتوع الترجي في الماركاتو. بدل ما قال لك نروح نجيب مهاجم كان موجود عندنا قبل كده وهيثم الجويني ومش هيثم، احنا نروح نجيب مهاجم برازيلي. وبصوا انا جربت لكم مهاجم جزائري رياض بن عياد جه جاله صليبي عندنا، جبت لكم دلوقتي مهاجم برازيلي، لو حصل حاجه بقى انا رفعت ايدي بقى من الليله دي. قاعدين تقولوا لي زيد بالريمه، قاعدين تقولوا لي محمد علي بن حموده مش مناسبين، انا والله كنت جايب رياض بن عياد وجاله صليبي في وقت الفرقه كانت محتاجاه، ودلوقتي قررت ان انا راح اجيب لعيب برازيلي. بصراحه الحته دي انا ارفع ايدي على موضوع الجماعه بتوع الترجي، مسؤولين الترجي، الناس بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يدعموا الفريق. مين بقى اللي هيرحل؟ هل شراره؟ هل بوجرين؟ اعتقد رياض بن عياد ممكن برضه يتقال اسمه ضمن الراحلين، بس بصراحه هم محترفين الترجي محتاجين يتفوروا. الحته دي انا كنت بقولها طول الموسم، واتمنى نجاح والتوفيق بالنسبه للمحترفين البرازيليين. يا اسطى اتمنى نجاح والتوفيق بالنسبه للمحترفين البرازيليين، سواء يان ساسي اللي تم الاعلان التعاقد معاه بشكل رسمي، وسواء كمان الصفقه اللي بيقولوا ان هي بتقترب بنسبه 90% وهي صفقه رودريجو رودريجيز الفرويد. وهي دي حكايه ماركاتو الترجي. هتقول لي يا اسطى انت ليه بتتكلم عن ماركاتو الترجي بس؟ قال لك الترجي هو الوحيد اللي بيعمل ماركاتو لحد دلوقتي وهو اللي بيتعاقد بشكل رسمي. غير كده احنا ما بنلاقيش اخبار الانديه الثانيه في تونس، وصعب ان احنا نلاقي اخبار الانديه الثانيه في تونس الا لو بسم الله ما شاء الله كده قعدت تدور في بير غويط، وان شاء الله اخش ادور في البيت في البير الغويط ده لحد ما الاقي اخبار. وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ويطلع في ايدينا حاجه حلوه. ولكن اتمنى ان الصفقتين دول ينجحوا مع الترجي. اتمنى.